مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة. وزي ما نوهنا في بداية الحلقة كده إن إحنا بنسمع مصطلح دايما مضادات الأكسدة، بس إحنا مش فاهمين يعني إيه أصلا، ولو حصل أكسدة في الجسم إيه اللي ممكن يعني يحصل لنا، وإزاي أصلا ممكن إن إحنا نحمي نفسنا أو نستخدم هنا مضادات للأكسدة عشان نحافظ على صحتنا. ولحضراتكم برضو فاكرين في حلقة سابقة اتكلمنا مع دكتور دينا تحديدا عن هذا المصطلح، لكن النهاردة هنتكلم باستفاضة. خلينا نرحب بدكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشورال. صح كده؟ ليه بتلخبط مع ان بقالنا سنتين بنقول عليها؟ انا نفسي ساعه بقول باي ناتشورال، هي مفيش اس في الاخر. ايوه. صباح الفل. صباح القمر يا حبيبتي. موضوع مهم جدا، وانا فاكره الاسبوع اللي فات اتكلمنا عنه وقلنا مضادات الاكسده والاكسده في الجسم، بس خلينا نفكر يعني برضو المتابعين يعني ايه اصلا اكسده ونتيجتها ايه، وبعدين الستيب اللي بعدها ازاي اخد بقى او احمي جسمي بمضادات اكسده. الأكسدة مصطلح كتير جدا مش فاهمين يعني ايه أكسدة، وبيسمعوا الأكسدة بس مش فاهمين يعني ايه أكسدة الجسم. ان الجسم لما بيتعرض للأكسدة بينتج من الأكسدة حاجة اسمها خلايا شردة او فري راديكلز او خلايا حره بتمشي ملهاش مستقبلات، بتمشي تروح تدمر لي الخلايا بتاعتي. بتمشي في الجسم كده بلا أيوة هدف. بلا أوكي. هدف وهذا هي ليها هدف انها تدمر الخلايا بتاعتي. أوكي. ده هدفها. طيب في مشكله بقى ان احنا كلنا بنتعرض للاكسده من غير ما نحس. يعني مثلا لو بناكل اكل فيه زيوت الصفراء المهدرجه او الزيوت المؤذيه، المقالي والحاجات دي كلها بتاكسد لي. دايرتها على المقالي اللي في البيت، محلات بقى الشوارع والفول والطعميه والريستورانت اللي ما بتعرفش اصل الزيت صح من يعني صح. ومش بس كده، احنا كلنا بناكل اكل للاسف فيه مواد حافظه. يعني اي حاجه معلبه حافظه اكيد فيها مواد حافظه، فبرضه بنتعرض للاكسده. نقف في الشمس، طبعا الشمس مهمه جدا عشان فيتامين د، لكن من نقعد في الشمس من غير ما ناخد مكمل غذائي في مضادات اكسده او من غير ما نحط الواقي الشمس بالساعات، ده بيأكسد. عندك التقدم في السن بيأكسد، عندك التدخين البشراها. وصعب ان يعني خلينا برضه زي ما قلتي قبل كده متفقين، صعب اقول بطل تدخين، ما حدش هيبطل تدخين. اكيد مش هيقول لك حاضر هبطل تدخين يعني. صعبه بالظبط. فكل الحاجات دي والتدخين بيأكسد. قله النوم لان بالليل النوم العميق ده بيعمل لي حاجه اسمها ديتوكسيفيكيشن، والجسم بيتنظف من السموم والمناعه بتزيد اكتر، وانت نايمه بننتج كرات دم بيضاء اكتر. طب المياه الغازيه، الكحوليات، الحاجات دي كلها، الكحوليات برضو الافراط فيها، المياه الغازيه الافراط فيها هيحصل حاجه مش كويسه، ان شويه المياه الغازيه بتمتص المعادن والفيتامينات اللي بناكلها من الاكل الصحي. فكفايه واحده في اليوم او بلاش واحده. انا اصلا بطلت مياه غازيه، بس انا بقول الناس اللي بتحبها ما تكترش فيها. وزي مثلا يقول لك ايه، الكافيين بيخليني اركز قوي، فبتلاقي مثلا كل يوم خمسه سته بيغرق نفسه قهوه. لا ده مش صحي، لان بيحصل له اكسس للكافيين. الكافيين الزياده عن اللزوم بيعلي لي ضربات القلب وبيعمل لي مشاكل كتيره جدا. فلازم خلاص، يبقى احنا كده جسمنا بيتاكسد. انا بحب اكل مقليات، انا عايزه حاجه مضاده للاكسده، انا بحب ادخن، عايزه حاجه مضادات اكسده، انا ستريس 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 وطول الوقت في ستريس، وده بيأكسد وصعب ان انا اعمل كنترول على الستريس. طب ايه يا دينا بقى، يا دكتوره دينا هنعمل ايه؟ ايه الحل بقى؟ أيوة. ارشدينا. ايوه طبعا هتكلم معاكي على مكمل غذائي اللي احنا شايفينه على الشاشه، ألب مالتي فيت. هو المكمل السحري بصراحه. يعني بجد بالافاده والحاجات يعني الاستفادات الكتيره اللي بتقوليها، لا هو فعلا هو يعني حلو جدا ومليان انتي اوكسيدنتس، مهم جدا ان احنا ناخده يوميا عشان نمنع الاكسده اللي بتحصل لنا في الجسم. يا جماعه مهم تحفظوا الشكل العلبه عشان ما حدش يبعت لي على السوشيال ميديا احنا ما لقيناهوش في الصيدليه او لسه متوفرش فادوني مكمل اخر. احنا مكمل غذائي بتاعنا او الفيتامين بتاعنا او المالتي فيتامين بتاعنا مختلف، لان صعب انك تلاقي كل الفيتامينات دي في كبسوله واحده. وهو متوفر في الصيدليات المختلفه صح كده؟ يعني سهل انك تلاقيه برضه. طبعا بس هو السحب عليه دلوقتي كتير جدا. فممكن بس يقول لك ايه خلاص لسه هجيبه، طب ناخد المكمل الغذائي الفلاني. هي دي المشكله. فاحنا ما لناش بديل خالص، هو ألب مالتي فيت اللي احنا شفناه على الشاشه اللي كله مضادات اكسده، من اهم المضادات الاكسده اللي ربنا خلقها
عندي فيتامين اي، فيتامين ه. فيتامين اي مهم جدا لانه بيلتهم الخلايا، بيحجم الخلايا الحره، ما تروحش تبوظ لي خلايا جسمي. فيتامين اي حلو لانه بيمنع اكسده الدهون الضاره. انا اتكلمت عن الدهون الضاره اللي بناكلها وبيحصل لها اكسده. الدهون الضاره لو اتاكلت وحصل لها اكسده هتترسب على الاوعيه الدمويه ويحصل لي مشاكل سلسله في الأوعية. من الامراض يعني طبعا. اعتقد احنا في غنى عنها، ما أكيد. لهاش لازمه أبداً. اكيد. ففيتامين اي حلو جدا للموضوع ده. فيتامين اي بينشط لي الدوره الدمويه. فيتامين اي بيحسن كمان، لو هطلع عن الموضوع، بيحسن التبويض للستات بشكل ما، لان هو بينشط لي الدم في المبايض وبيشيل الالتهابات. التهابات عاليه يعني الاكسده بتعملي التهابات عاليه، التهابات عاليه، مفيش طاقه خالص في اليوم. مفيش مناعه. عشان كده الواحد لما بياكل جانك فود او كده بيحس ان هو كسلان مش قادر يتحرك. طبعا يعني لان جسمك كله مرتبط ببعض. كله مرتبط ببعضه، فلازم الاكل الصحي ونقلل شويه الجانك فود. الجانك فود كفايه مره في الاسبوع كده تفريح يعني. وناكل بقى الخضار بتاعنا، وناكل اللحمه بتاعتنا، ناكل الدهون الصحيه. يا سلام لو اكلنا مرتين سلمون في الاسبوع، سلمون تحفه. طب البديل الارخص شويه ايه مثلا للسلمون؟ سلمون غالي شويه. نقدر نقول فيتا الب مالتي فيت هيبقى هايل، سعره مناسب جدا. العبوه بتكفي شهر، موجود في كل الصيدليات. طبعا القرص الواحد زي ما احنا شفنا فيه فيتامين سي، في فيتامين اي، في كالسيوم. يا ستات في كالسيوم طبعا، مهم طبعاً. جدا الكالسيوم ليهم. عندي فيتامين بي 1 في الثيامين والنياسين، فيتامين بي 2، عندي فيتامين بي 3. هو متوفر خارج مصر كمان، لو حد احنا طبعا اللي بيتابعنا ناس من داخل وخارج مصر، ده فور شور طبعا. فمتوفر في دول عربيه، في بيطلبوا كتير. فالدول العربيه بتقدر تتكلم كمان عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه، الشحن يعني سهوله الشحن. طيب رائع جدا. الشحن عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه. عندي كمان الزنك مهم جدا جدا للمعده، المعده بتحب الزنك قوي، والزنك مهم لتحسين الضوافر. يمكن ساعات بتشوفي الضوافر بتتكسر. صحيح، ناس كتير قوي بتعاني، سيدات صح. فعلا تقول لك انا، طب انا شعري كويس بس ضوافري على طول بتتكسر صح. فعلا. طب ضوافر، طب اخبار الشعر ايه؟ عندي بايوتين، عندي بايوتين داخل الب مالتي فيت، هايل للشعر، لان البايوتين هو اللي بصيله الشعر فيها اوعيه دمويه، فلازم الاوعيه تغذي لي بصيله الشعر عشان تنتج لي شعر حلو وما فيهوش تقصيف. نقطه مهمه جدا دي يا دكتور، لان احنا بنعالج او معظمنا بيعالج من بره، ابتدي اعمل حمامات كريم، حمامات زيت، حاجات زي كده، اللي هي الحاجات اللي طالعه مش الكرياتين وحاجات كده، انا ما جربتوش عمري يعني، بحس ان هو بيضر بس الله اعلم. على كل حال بنعالج من بره، بس المشكله لازم يتم علاجها من الداخل، يعني لازم البصيله بتاعه الشعر اصلا هي اللي بتبقى محتاجه اهتمام وفيتامينز معينه. اكيد محتاجين دعم البصيلة جدا، ومع حاجات تانية بالنسبة للشعر. يعني بالنسبة للشعر أحيانا بيبقى في أمراض مناعية بتوقع الشعر، أحيانا قصور في الدورة في الغدة الدرقية بتوقع الشعر. لو شعري أنا الغدة الدرقية كويسة، الحديد كويس، البروتين لأن الشعر عايز بروتين كويس، وشعري لسه بيقع، نقدر بقى ندعم بالفيتامينز. كويس، مهم جدا. كويس جدا. طبعا دي العلبه عشان نحفظ شكل العلبه، ما لناش بديل يعني، خلاص بقت حاجه مالوفه بتهيألي، حدش يعني الالوان حفظناها. سؤال معلش بقى، بمناسبه الشعر، لو شخص يعني عنده صلع وراثي برضو، هل يساعد ولا القصه محتاجه مع الفيتامين لا جلسات بقى حاجات يعني يعملها؟ الصلع الوراثي التام، لو حصل صلع تام، لا هو محتاج زراعه شعر من غير ما نتكلم ولا وبعد زراعه يعني الشعر نحافظ بالالب مالتي فيتامين. يعني عندي صلع تام، اولا الستات الحمد لله من رحمه ربنا ما عندهاش جين الصلع. ده اللي ناقص بقى يعني، حاجه خدناها. ما عندناش جين الصلع، ممكن يبقى عندنا مرض مناعي بيؤدي الى الالوبيشيا. دي ليها ادويه مثبتات مناعه وادويه بتمشي عليها على الدكتور وشعرها بيطلع تاني. لكن الراجل اللي جاله صلع، لا فيتامين ايه ده لازم يزرع ويحافظ على الزراعه بألب مالتي فيت. يعني علشان برضو الناس تبقى فاهمه، هو مش سحر، القصه ليها كذا حاجه. فهنروح لبعض الاسئله زي ما احنا بقى اتفقنا. هنشوف برضو اسئله حضراتكم ونرجع تاني والكلام رايح جاي يعني.
طيب في سندس علي بتقول انا والده من 3 شهور شعري بيقع كتير، فكنت عاوزه اعرف هل لو ينفع اخد الب مالتي فيت ويبقى امن مع الرضاعه ولا لا؟ فبرضه طبعا امن جدا مع الرضاعه، ما فيش اي انجريدينت فيه غير امن ليها، هيحسن لها جدا شعرها، لان البيوتين مهم جدا زي ما انا قلت. داخل الب مالتي فيت الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 المهم جدا لتصنيع كرات الدم الحمراء، فهتلاقي كفاءة الدم عندها عالية. أكيد بنصحها أنها تاكل بروتينات كتير، يعني تاكل لحوم، تاكل بيض، الحاجات اللي فيها بروتين. طبعا كمان هيبقى حلو ليها للكالسيوم، لو عندها برضو ساعات بتلاقي بتفقد شوية كالسيوم مع الحمل أو مع الرضاعة، فأوريدي ألب مالتي فيت هيدعم لها الكالسيوم، فبالتالي هيحسن لها العظم عندها. داخل ألب مالتي فيت الزنك مهم جدا للشعر، النحاس مهم جدا للشعر، فأكيد بنصحها أنها تاخد من ألب مالتي فيت قرص واحد أو كبسولة واحدة، مش هنقطر عن كده. والميزة بقى في الفيتامين ده، لأن برضو نرد على قصة هل بيتخن ولا لا، لأن معظم الفيتامينز اللي للشعر بتفتح الشهية وبالتالي بتتخن، فإحنا بنتكلم في حاجة آمنة جدا، بالعكس ما بتفتحش الشهية خالص. دي بتعالج أصلا، لو حد عنده اضطراب في الشهية إن هي بتعالج، لأن هي بتحسن لك المود، بتشوف إيه الفيتامينز اللي عندها نقص اللي بتأدي ليه فكرة الجوع. فموضوع is very 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 safe وفيري جود يعني. صح. طيب نروح للسؤال الثاني انه عاجبني جدا، واعتقد ده حاجه كومن برضو ما بين ناس كتير. هي واحده اسمها هاجر تامر، استاذه هاجر، بتقول ابني بيغلبني في الاكل، ما بيحبش لا الخضار ولا الفاكهه، واغلب اكله من بره زي ما كنا لسه بنتكلم، بطاطس مقليه، مشروبات غازيه، فطبعا خايفه عليه عشان ما فيش اي فيتامينز بياخدها تقريبا، فكنت عاوزه اعرف هل مناسب لي مالتي فيت؟ هو عنده 17 سنه. 17 سنه طبعا، هو لازم من ساعه ما شفنا مامته تطلب ألب مالتي فيت، ما لا هي جدال. العيلة كلها بقى لا جدال والله. لأن ما ينفعش، وصعب أنك أنت تقولي للشباب لا كل سلطة، لا كل، هو اللي في دماغه هيعمله. فلا غنى عن ألب مالتي فيت، لأنه هيدعم له، هيعوض له الفيتامينات والمعادن المهمة الناقصة في جسمه. هياخد قرص واحد في اليوم، لو هو طالب هيعرف يركز أكتر، لأن الأكل اللي بره ده بيزود لي جدا الالتهابات وبيزود لي الأكسدة، وكل ده بيأثر بالسلب على المخ. مهم ان هو يستخدم ألب مالتي فيت، لانه هيعمل كضد اكسده وهيحسن الالتهابات عنده. حلو. طب بما ان حضرتك برضو يعني اخصائيه في حته التغذيه والصحه، دلوقتي خلينا برضو نبقى بننقل صوره عن حياتنا طبيعيه او الصوره الواقعيه. ناس كتير بتشتغل، بالذات الناس اللي هي العامله، بيبقى صعب قوي ان هم، مش كلنا نقدر ناخد لانش بوكس، يعني كله بيعمل ايه؟ بيفطر وبعدين ينزل على شغله يقعد 8-9 ساعات، زملائه في الشغل بيجيبوا اكل بياكل، كل حاجات طبعا تبقى جانك فود، الكشري والساندوتشات والحاجات اللي كلها زيوت، فده طبيعه الاكل. حتى هنا عندنا في القناه بتشوفي ساندوتشات وحاجات وعيش ايوه. فبرضو اكل الى حد ما مش هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. نعمل ايه؟ ازاي نغير اصلا اللايف ستايل بتاعنا عشان نقدر ناكل اكل صحي؟ لان بطبيعه يعني حياتنا وعملنا وبتاع صعب. فكرتيني ان انا قلت برضو ان انا بصور كل يوم، فعملت لانش بوكس اللي انت قلتي عليه. بالظبط، ادينا مثال. عايزه اقول لك انا عملته، انا بقالي 7 سنين مثلا في شغلي ده، عملته يومين وما قدرتيش تكملي. برجع من بره يا دوبك بشوف بيتي عايز ايه، ويا دوبك بشوف انا عايزه ايه، لا يمكن انا اقعد. فقصه اللانش بوكس دي انا بالنسبه لي فشلت معايا. فلازم امشي على فيتامينز، لان انا كتير بره، والاكل ساعات انا ما بحبش العيش الابيض اكله كتير، بس لو جعت هعمل ايه بقى؟ بضطر اكل، لكن بقدر اعوض بالفيتامينز. مهمه جدا الفيتامينز. سؤال حاجه حلوه قوي اللي انت قلتيها يا نهاوند، قصه الستات والرجال اللي بيقعدوا بالساعات بره، مهم ان هم يدعموا، لان اكيد. وبعدين احنا في اللانش بريك احلى حاجه بقى، الالو ديليفري مش عارفه ايه كله للاسف كله. واحنا طبيعتنا شفناش حد بيقول لنا تاخدوا معانا سلطات، تاخدوا يعني كله بيبقى حاجات. صح. يعني جانك، يعني جانك. فاكيد بنصح بألب مالتي فيت من دلوقتي نستخدمه، حتى لو انا باكل اكل صحي مش كفايه يا جماعه، من دلوقتي ابتدي استخدم ألب مالتي فيت من ساعه ما شفنا. والحلو اللي فيه ان تركيزاته مش اللي تخوفني ان حاجه تعلى حاجه، لا،
تركيزاته معقوله جدا ان انا اقدر امشي عليه لايف ستايل. زي ما انا قلت قبل كده فيتامين سي موجود منه 500 ملي جرام، الجسم محتاج 1 جرام يوميا من فيتامين سي، وهكذا التركيزات. ما حطيناش التركيزات اللي هي تقلقني ان انا امشي عليه لايف ستايل، لان بعض المكملات بتمشي عليه شهر شهرين وتوقفي. بالظبط. لا، الب مالتي في تركيزاته لطيفه جدا، هنحتاج ناخد الفيتامينات اللي فيها يوميا. حلو ده، لان برضو بيحصل تنمر اوقات على الناس بيجيب اكل صحي. انا كريم كنت جات فتره بجيب على طول سلطه، بيقعد يغلش، عارفه اللي هو يقول لي سلطه ايه وبتاع، يخش معانا في الهمبرجر والحاجات اللي هو على طول. هو ما شاء الله عليه كمان بيتخنش خالص، ما بيتخنش. انا متاكده يعني هيتفرج ويسمع انا بقول ايه، بس بقولها له يعني. اجسام برضو في اجسام كده، في اجسام لا، هو انا عن نفسي بشم الاكل بتخن يعني مجرد كده. والعكس فعلا في اجسام كده اللي بتخن من لا شيء، ف في تنمر بيحصل على الناس اللي بتاكل اكل صحي. فانا برضو الصوره دي موجوده يعني، مش تنمر طبعا، انا بهزر، بس يعني الناس تقعد تقول لك يا عم مش عارف ايه، عارفه الثقافه دي. صح. تروحي تتعزمي عند قرايبك، والله ما انت قايمه غير لما تكملي طبقك. لا، عارفه احنا ثقافه برضو فيها نوع من يعني الود، وعندنا الحته دي بنجامل بعض حتى بالعزومات بالاكل. ف يعني مع الثقافه دي محتاجين ان احنا ايه بقى نوازن الموضوع شويه على قد ما نقدر. كلامك صح 100% يا نهاوند، وكل اللي انت بتقوليه ده بيحصل فعلا معانا كلنا. موضوع ان انا معزومه عند قرايبي ولازم تاكلي عشان تجاملي، يعني هو الاكل حلو بس انت خايفه على نفسك، بس بتضطري. فلازم نمشي على مضادات اكسده. مضادات الاكسده مهمه جدا، ما نفرطش فيها، لان لا ما ينفعش تزيد. لكن انا بقول ان 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 الب مالتي فيت التراكيز يا جماعه ما تخوفناش، فيري سيف وكونسنتريتد بشكل امن جدا. اطلاقا اطلاقا، خصوصا بقى احنا بنتكلم على شهر وكام يوم على رمضان او شهر ونص. ف رمضان اللي هو الشهر اللي بنقول او بندي نفسنا فيه الى حد ما او نسبه كبيره مننا العذر، خلاص كل اللي انت عايزه بس بحساب. طبعا ناس مدخنين كتير جدا بيقعدوا بقى فتره اللي هي كام ساعه اللي تحت دي بيدخنوا بشكل يعني زياده، فده شهر احنا محتاجين بقى نركز فيه قوي، لان السمبوسك والفرايز وكل الاكل تقريبا فيه اكسده. فمهم قوي برده شهر رمضان ده جدا، حتى لو نبدا الكورس معاه. طبعا هيبقى مهم ليهم جدا، وزي ما انت قلتي بيبقى عندنا الاكسكيوز بقى، بس بنطلع من رمضان تخنانين 5 كيلو، فبرضه نحاول عشان ما نندمش بعد كده انا تخنت كده ليه، واقعد بقى اعمل دايت واعمل قص. لكن بقول ان هيبقى حلو جدا في شهر رمضان الكريم طبعا لتدعيم الطاقه، وممكن بعد ما بنفطر بناخد القرص بتاعنا. هيبقى ساعتها بعد الفطار الوجبه بقى بتاعت الفطار، بعد الفطار وبناخد القرص بتاعنا بعد الفطار مثلا بربع ساعة أو بنص ساعة عشان عشان مهدى معدة تهدى شوية، ونشرب مية كتير عشان هو ووتر سوليبل، فعشان نستفيد أكتر من الفيتامينات اللي داخل ألب مالتي فيت. تعرف يا دكتور في ناس أعرفهم يعني، ما أعرفش سمعتي الموضوع ده بس أكيد سمعتي، ناس ما بتحبش المية. انا اعرف ناس بيقولوا احنا نفسنا نشرب ميه بس احنا ما بنحبش الميه. الناس دي وهو سنهم يعني صغير اول الثلاثينات، بس مع اللونج ران دي كوارث ممكن تحصل لهم صحيا يعني. طبعا لا، هو مش مع الشباب، انا ما كنتش بحب الميه يعني بنساها. وبعدين بقيت اعمل ايه بقى كل ما اروح حته معايا الازازه بتاعتي خلاص، شوفها باخدها اكنها دواء. ما فيش، لازم نشرب على الاقل 2 لتر عشان الكلى، عشان الكبد، عشان المخ، عشان الدوره الدمويه كلها، عشان الدم يمشي بشكل سليم. لا غنى عن الميه، او الميه اساس كل شيء حي. ومحدش يقول لي لا اصل انا ما بشربش ميه، اصل بشرب عصير بدل الميه. لا لا، العصير ده حاجه ثانيه خالص. بشرب مياه غازيه، اصحى الصبح في ناس بتفطر على المياه الغازيه، في ناس عايشه عليهم فعلا. لا 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 لا، ما ينفعش خالص. نشرب ميه كويس جدا عشان حتى الب مالتي فيت الفيتامينات اللي فيه تعرف تمشي في الدم كويس قوي، وان احنا نحس بقيمه هذا المنتج يعني. حلو جدا. لا بجد مكمل غذائي اعتقد مفيد، ومعلوماتك مفيده دايما. وزي ما كنا بنقول يعني ابعتوا دايما لليوم اللي هيكون معنا دكتور دينا، ابعتوا اسئلتكم هنجاوب عليها على الهواء مباشره. اي سؤال يخطر في بالكم خاص باي مشكله صحيه ليكم او لاي فرد يعني في العيله، دكتور دينا هترد على طول يعني لايف. شكرا ليك يا دكتور، وبتفيدينا كل حلقه فعلا. حبيبه قلبي، تسلمي. نورينا قريب ان شاء الله تاني. طبعا. اما بيتك بقى خلاص يعني هتستضيفينا بعد كده. شكرا يا دكتور، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا. نشوفكم ان شاء الله ولقاء متجدد، و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.